السلام عليكم ورحمة الله. يا أخي الله يتكلم سالم والمحمد الحسن من سكان قطع القلية. ولا نتكلم بس من هذه القرية اللي هي من تاريخ دورة عود 1980 وإحنا متقارينهم. وبخوتنا هون جيراننا وقدم لين نتاون عدل وشيف البلاد اللي إحنا ساكنين فيها يتعرضون بنفوذهم بجميع طرق النفوذ اللي يستخدمون قضية تعرقي داخل لين عدل. واليوم نختار نطرح هذه القضية على الدولة تحل لنا مشكلتنا هذه. من يوم اللي عدنا هون في البلاد ما قط دقدقنا لحد بقرة ولا قط عبرنا له شيء ولا قط عدلنا له شيء حلو ولا يحلو. ما في حد هون في القرية اللي مجاورته هون يقدر يحكم علينا بعلنا قط عدلنا على شيء خاطر والله قط قلنا له شيء خاطر. ونختار اليوم الدولة تحل لنا هذه المشكلة. إذا عدنا مواطنين تعطينا بلاد نتوطن فيها ونقعدوا فيها ونحياوا فيها. وإذا عدنا ما عندنا مواطنين لمدة ثارة ذاك الليلة يتعدلنا وشنو. رجال ما يقدر يقول انا هذا خلاقه في البلاد اكثر عندي شو 50 سنه. هاي الناس فيهم واحدين وش ما يقدروا ما يعرفوا. يا غير بعد من يوم اللي عندنا فيهم في الارض الحمد لله ما يقدر حد منهم يقول قط عدنا لنا شيء خاسر لا يحل ولا يحل. اسمع عندنا فيها خمسه بيان الحمد لله هذا من المسائل اللي تحيي التراب وتثبت ملكه. والناس يا اخوان ما بيننا معاهم شيء اخوتنا وجارنا ولا بيننا معاهم مش متعدل. يا غالي الله ترحم علينا مولانا قدم لين انت ونعدل شيء. السلام عليكم. ذي كانت سلك من الطعمه. ارى ان طالبين من مولانا ومنكم ومن الدوله انها تساعدنا. ما بقى حكم ما وعدلنا على ذي التراب. هم ما عندهم امتلاكاتهم واحنا ما هي عندنا. عندنا حياتنا الشرعيه. من 1905 وهلاهم واحنا سكاننا فيها وموتانا فيها وحجين فيها وفيها قلقواتنا وفيها بيارنا خمسه والله سته وقاعدين مستقرين ومن قدمين عدلوا شيء لابد ان اخوتنا هذه شلون وفاتوا عدل الحاكم حكم على ان يجيبوا له دليل على التراب والله يجيبوهم ولا يجبر اي دليل جانا وجاب انجنيير وسكاننا ثاني ترفزوا من عنده عود والماء عنده ترفزوا قال لا الارض الميتين من الحياة اليوم راجع للدولة اللي بيروا له واللي بحريسته له واللي بيقنيه له هذا ما تنرينا له اي مدى وعدلنا الوالي وكلهم جماعة له ما ملا نغلوا قدامنا في الشوك على ما قدرتنا ما جاءوا شاكين منا لانهم ذاك البلد جو صيبنا وجينا الدولة وتتعدل طالبين من مولانا ومن الدولة تعدل معانا حيات شرعية تعطينا قسم في ترابه هي وتعطينا قسمه بيارنا وتتعدل معنا حاله ما هي والله ما اللي تعطينا تواخذ لجوء نرجع شهر دوله عندنا مستحقين عنه.